متابعينا اهلا ومرحبا بكم. اليوم احنا متواجدين في مدينه 16. مدينه 16 هي واحد المدينه صغيره، معنا واحد الناس بطبيعه الحال كتعرفوهم، ولاد 16 واعرين واعرين. مجموعه من الاصدقاء قدرت انها تحقق شهره في المغرب كاع كامل وكذلك خارج المغرب، هزوا بالمدينه ديالهم ولاو رمز للشباب الواعي والشباب اللي كيمثل مدينته احسن تمثيل. بلا ما نحتاج نقدمهم نخليهم يقدموا راسهم. نبداو بايوب. السلام عليكم. ايوب طالب 20 سنه، كنتكم مدينه 16، حاليا ما انقطعش عن الدراسه وهادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين. انا حسين 20 سنه، كنقرا البروتيز دونتير يوتيوب. حسن غونزاليس، كنقرا بروتيز دونتير، كنبغي فاطمه الزهراء. رضوان جبران 19 سنه، كنت كنكتب في مدينه 16 باقي كنقرا. دابا الملاحظ فيكم كاع كاملين هو ان عندكم واحد اللوك، يعني لوك تشابو كاع كاملين، نفس التحسينه ديال الشعر. شنو السر ديالها؟ حيت المهدي الحلاق خونا كيحس لنا احسن تحسينه في العالم. بلاشي ماشي المغرب كامل كيدير الديكرادي، يعني المغرب كامل عنده هاي نفس التحسينه ديال بحال ديال شنو ندير انا. ولكن اسمح لي دابا انت شوف شعرك، شوف شعر حسين، شوف شعر ايوب. ما دويش على الشعر، دويش على ها قول لاكو ولا هما شنو اللي دويش عليه؟ انت دويش على الخط اللي كان. لا ما قلتيش لاكو، شوف قالها حسين. تحسينات كنعني بها يدي كرادي، انا يدي كرادي، ها هو يدير كرادي، هذا يدير كرادي، يدي كرادي، يدي كرادي، يدي كرادي، يعني كاملين كنتشابهوا، ماشي غير ولاد 16 بوحدهم. اصلا يعني بحال قلتي عائله وحده، يعني نديروا بحال نلبسوا بحال، يعني ماشي مشكل، فهمتي؟ يعني يعني ماشي مشكل. جا الحلاق هو فهمتي معاك، نحسنوا عند الحلاق واحد، فهمتي؟ وكاملين فهمتي صحاب، داك الشيء علاش هذاك الشيء قريب. دوزكم تدويزه واحده. يعني دابا انتم كيف ما قلتوا عائله واصدقاء كتعرفوا بعضياتكم، غنلعبوا واحد اللعبه ولا تشالنج كيف ما كتقولوا انتم باللغه ديالكم، ان كل واحد كيعرف الاخر. غنبداو مثلا من حسين، ايوب، رضوان، حسن، كل واحد غيختار واحد يسولو سؤال. ابراهيم مولا صار. مرحبا حسين، شكون غادي تختار في الاصدقاء ديالك؟ اللي نسول انا ياك؟ اوكي انت ايوب خويا ما تنغزني ما تنغزنيش. اوكي نسول ايوب ياك. اوكي ايوب، علاش اخويا كيقولوا لك معشوق الفجايات؟ انا ما عرفتش انا كيفاش. انا شحال مره كندخل اليوتيوب كنلقى بعض المرات حاطين شي فيديوهات ديالي ديال تيك توك ولا يعني جمالك خالق لك المتاعب مع البنات. لا ماشي لا صاحبي ما تقولش بحال هكا، شحرجني شي حوسي. ماشي جمالي خالق لي المتاعب. شوف الحمد لله داكشي من عند الله، قبول من عند الله وكنشكرو الحمد لله وصافي. شكرا. دابا غنعطيو حسن اللي غادي يختار واحد. باش تشرح لي معاش كناكل. يلا خرجت من لاصال ولا ما كليتش ودات 25 دقيقه، يعني ما نستافدش من لاصال. يعني خرجت من لاصال خاصني ضروري ناكل، راه الناس ديال لونطري ما عارفين، يعني ضروري خاصني ناكل. اللي يجي شي واحد يقول لي زعما راه من اقل الاداب زعما تكون كداوي وكتاكل، حيت ضروري خاصني ناكل، حيت غتمشي لونطري ما في الزيرو. نسول تختار واحد تسول. ابراهيم. غنختار ابراهيم. ابراهيم انت زعما كنت صاحبي، كنتي صاحبي وتزوجتي قبل مني، يعني تزوجتي على سن 20 عام وانا تابعك من وراك، وكنا ندوز على 22 عام ماشي 20 عام. زعما باش شنو هو الاحساس ديالك وانت مزوج وانت انك وانت صغير؟ زوين داك السواج، زوين والله سبحان الله مزيان. يعني ما غيندمش زعما، يعني ما يندمش لا تزوج ولا شي حاجه؟ ها ما يندمش. اوكي يعني شنو الرساله ديالك للناس اللي كيقولوا ان الزواج في واحد السن مبكر كيكون كيعطي سلبيات في الحياه؟ بحالاش زعما الزواج في السن المبكر كيكون واحد السلبيات من بعد كينوضوا مشاكل؟ لا يكون العام مفهم وصافي، مفهمين كاع مفهمين. ياك خويا ابراهيم، يعني توكل على الله، يعني توكل على الله. دابا ايوب انت اللي غتختار واحد. العصابه. نسول رضوان. نسول رضوان على واحد القضيه كدير في الستوري ديالك في انستغرام ولا في اي فيديو ولا شي ولا اي حاجه، فهمتي؟ كدير ستوري كيبدا السلام عليكم خوتي، بدا خوتي كيقوي من خوتي وداك كنحماق عليكم كنبغيكم وهادي شحال هادي ضروري هادي كندير حيت اصلا هما عزاز عليا بزاف وكنبقى نفوت فيهم. دابا كنقولوا نبقى نفوت فيهم. دابا شحال هادي كان كيديرها حسين، كان كيديرها حسن، كان كيديرها حتى ايوب، وانا ما كانش هذيك الساعه انستغرام
وكنت كنستافد من عندهم فهمتي، ولكن ملي ما حيدوا اللعيبه وليت انا كندير لا بقاش فيه. دابا نوبت كاردوار رضوان، انت اللي غتختار واحد. اختار واحد. سول حسن. حسن خويا صعبه مرحبا سول كاع. اشنو الحاجه؟ عيسى. اشنو الحاجه؟ اشنو الحاجه اللي فضلات فاتي على كاع البنات؟ بنت الناس وصبرت معايا، صبرت معايا يعني باش بديت وكملت معايا. واخا بعض المرات كنت عصب في التورناج، راكم عارفين اخو الناس اللي كيصوروا لك عارف كيتعصبوا في التورناج، يعني بلو واحد تقدر تبقى فيه 10 المرات تبقى كوبي كوبي كوبي، كنت عصب بعض المرات. بعض المرات نقدر نوصل تن عيله مسكينه وما كديش عليا، كتقول لي صافي بعض المرات ما كتجاوبنيش كاع، واش اللي كيعجبني فيها وصبرت معايا مسكينه وصافي. انا معاك، انا خصني نكون راجل ونكمل. انا غادي نسولكم واحد السؤال، يعني دابا جا الدور ديالي غنسولكم نتوما برافا. واحد الحاجه يعني شفت فيكم سبيسيال وكاع الناس كتشهد بها، ان ماشي يعني غير واحد نجح ونسى صحابه، فيكم واحد الميزه اللي هي زوينه، ان واحد كيطلع خوه ان كل واحد كيتعاون. انا لاحظت ان يعني مثلا غير رضوان التيزر ديال الكليب الجديد ديالو اللي تاو غادي نهضروا عليه، انا ملي حطوا بارطاجيتو كاع كاملين، وماشي غير انتم ثلاثه بطبيعه الحال، كاينين دراري اخرين اللي هما اصدقاء ديالكم. هاد الحاجه واش كتساهم يعني في الشهره ديال كل واحد فيكم، ولا غير كديروا حبا في الاصدقاء ديالكم؟ شكون اللي غادي يهضر الاول؟ شوف عطي دوز من لي بسم الله. وشوف نقول لك واحد الحاجه، واحد الحاجه اللي زوينه فينا حنا بدينا كاملين فهمتي، كاملين بدينا من زيرو، كاملين بدينا من زيرو، بقينا غاديين كاملين مع بعضياتنا، كاملين كنعاونوا بعضياتنا، ماشي كنعاونوا غير بعضياتنا، نقدر اي واحد اللي بان لنا فيه فهمتي عنده ما يقول فهمتي، واللي يسال فهمتي نعاونوه كنعاونوه فهمتي. شحال من واحد عاوننا، شحال من واحد عاوننا فهمتي، راه بزاف ديال الناس بلا ما نذكر السميات ديالهم. وهاد الحاجه اللي زوينه فينا حنا بعضياتنا كيقولوا لي بزاف ديال الميساجات كيوصلوك ليا، كنحسدوكم على ديك الكليكه ديالكم، حيت انا الكليكه ديالنا بزاف ديال الناس كيحسدوهم، كيقولوا لي كنحسدوكم على ديك ما شاء الله عليكم نتوما مجموعين فهمتي، حيت حنا بيناتنا ما دخلش بيناتنا الحسد وما دخلش بيناتنا الغيره فهمتي، ما كيدخلوا فهمتي، ما ماشي شي واحد كيدوي في الاخر ولا شي فهمتي. هادشي اللي مخلينا الحمد لله فهمتي كنحبوا بعضياتنا، وهادشي اللي مخلينا مكمل فهمتي. اوكي انا شنو بغيت تقول في هاد المساله؟ يعني شنو غنبغي نقول؟ هذا قال كل شيء ما خلى لي والو. واخا عاود سولني. يعني السؤال اللي هو كيف ما قلت، ان انتوما كتعاونوا في بعضياتكم، يعني واش انا مثلا انت عاونتي ايوب عاونك، كتساهم في الشهره ديالك كتزيد تعرف، ولا حبا في ايوب؟ لا حبا فيه يعني، وحبا في الدراري كامل يعني. انا ما كنبارطاجي لواحد الحاجه، ولا كنبارطاجي لهذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، يعني بحال كنبارطاجي لشي راسي انا، يعني ماشي كنبارطاجي لي زعما يعني كيف ما قلتي انت، يعني كحب يعني فيه يعني باغي هادشي اللي كاين. يعني دابا حنا خوت، يعني دايرين واحد الجروب اللي زوين كيف ما قال ايوب، يعني مداخلنا لا حسد لا غيره لا حتى شي حاجه، يعني وقعت هذا لشي حاجه نوقف مع انا، يوقف مع هذا، وقعت لهذا يوقف، يعني كاملين مع بعضياتنا، يعني اذا خاصنا شي حاجه نعاونوا فيها، اذا خاصنا شي حاجه نعاونوا فيها، يعني هادشي اللي كاين. يعني حنا جروب بيناتنا ان شاء الله، ويا ربي يكمل علينا ويسهل علينا ان شاء الله. حسن حسن هاد الحاجه، انا كنسافر يعني، انا حياتي دابا هاد العام الاخر كامله صافا، وفين ما مشيتش ما كاينش شي مدينه كيتلاقى معايا شي واحد صاحبي من اليوتيوبر اللي كيعرفوني، وما كاينش اللي كيقول لي خويا انتوما، كيقول لي انتوما بزاف، كنقول لي علاش؟ كيقول لي معاونين مع بعضياتكم، وما كتحملوش بعضياتكم، وكتبارطاجيو بعضياتكم، وهذه وهذه وهذه. كنقول لي علاش زعما واش ما عندكم حتى شي؟ كيقول لي لا. كنقول لي كيقول لي انا ولد دربنا زعما كيدير بحالي الدومين، نفس الدومين ما كيبارطاجيش ليا، كيقول لي بعض المرات كنمشي كنلقى ديال ليا ديزلايك، كنقول لي علاش ما كيجاوبكش؟ قال لي اخويا كنحسدوكم عليها، كتعاونوا بعضياتكم. ها هو رضوان اخر فيديو حنا قبل ما نلوحوا الاغنيه ديالها، بارطاجا هذا بارطاجيو انا، علاش؟ حيت هذا غيلوحها غنعاونو، فاش غيبغي يلوحها غنعاونو، هذا فاش بغى يلوح الاغنيه ديالو شاو اللي دار ليه على التيزر دابا عاونوه، انا اللي حتى لي غير قبيله، حيت البارح لحقت التويل اللي حتى لي غير قبيله، وهادشي اللي فينا زوين، وهادشي اللي كنشوفو كيقولها بنادم بزاف، انتوما صعيب بزاف باش تلقى شي خمسه ولا سته معاونين مع بعضياتهم وكيعاونو. شوف فاش كتلقى شي صحابك ما حاملينك تنا كيبغي وكيجيو عندك، يعني ما فلوسك وما فلوسو، يعني واخا تعاونو بلا ما تفكر، غايقولك عاوني بلا ما تفكر تقول لي له شي حاجه، غتعاونو غتبارطاجي، ولا بلا ما يقولك هو بارطاجي انت غتبارطاجي ليه بلا ما تفهم، ها هو هذا الاعتذار ديالو، بلا ما يقول لي بارطاجي ليه مشيت بارطاجيت لي، يعني ما كاينش شي حاجه بيني وبينه زعما، ما تقولش لا انا فيتك في لي زابوني عري فلوس عاد نبارطاجي لك، لا راه صاحبي هادشي ولا واجب بيناتنا. ها انت فهمتي، ها انت يقول لك شي حاجه
فهمتي انت اصلا اوتوماتيكمون كطيح لك بالك هذاك السيد راه صافي راه خاصني ندير خاصني بارطاجي لي خاصني ندير ليه فهمتي واخا يكون دير اي حاجه فهمتي خاصك تعاونو واخا يكون دير شي حاجه خايبه انت كتعاونو كتردو الحاجه الزوين هادشي اللي بيناتنا حنايا دابا رضوان هو قال لي الكلام وبقات لي الكلمه الاخرى وكنظن انا ما بقى لي ميت قال غادي نسولو غير الحاجه اش ضرني بعدا على الجديد ديالك الجديد ديالي غنلوح نهار سبت اغنيه السلامات غنغني انا واختي لمي جبران ما عايشاش انا مقيم في الخارج ومهم اغنيه زوينه وشافوا صحابي وعجبتهم مما عجبتهم صحابي راه غتعجب بنادم كامل وبغيت نقول حاجه واحده على كيفاش على صحابي غنقول حاجه واحده حيت كل ما كانوش هما ما غنكونش انا وبلا بما انا والو فتعاونوني بزاف هذا هو خير كلام قلت دابا غادي نبدا نسولكم واحد بواحد غادي نبداو بحسن حسن غادي يعني لاحظنا مؤخرا انك وليتي خديتي غير البرانكاش برانكاش 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 يعني من قدام ما كتحاولش انك تفكر انك تبدل يعني المحتوى ديالك ودير شي محتوى اخر لا غادي نبدلو نهائيا كنتسنى شي ماتيريال يجيني غادي نرجع للافلام غادي نرجع للافلام واحد المستوى شويه عالي دابا حيت وليت انا كنشوف كوبي كولي علاش بعدت عليهم وليت كنشوف كوبي كولي احتقرته ادارته ادار شافو ما وليت كنشوف كوبي كولي قلت غنجيب ماتيريال باش نتحرك الموفمون كذا ولعيبات وغنخدم غنرجع ان شاء الله الافلام قصير وكي انا باش نشرح لكم بالسيل ديال ماشي نقول لك بحال الهنود ولكن ديال بحال كيشفروا لك الصديقه ديالك انت كتمشي طايف على قبل هاد بحال هذاك الشيء يعني هذاك السيل خاصو الموفمون خاصو ماتريال الا كنتسنى شي ماتريال اللي يجيني وغنبدا ان شاء الله تدخل على قبل هذا الشيء ما بقاش كنصور افلام قصيره حيت اغلبيه حنا حسن دابا مع شي 5 شهور ما شحال ما صور شي فيلم قصير هذا حتى واحد 6 شهور شاو انا حتى انا واحد 5 شهور بحال هكاك دابا كاينين شي وحدين في اليوتيوب ديال المغرب كيديروا افلام قصيره ماشي ما نقولش افلام قصيره كيديروا فيديوهات فهمتي كيقول لك هو انا دار فيلم قصير هو ما دارش فيلم قصير دار واحد الفيديو اللي فهمتي المستوى ديالو فهمتي كيقدر يفرش فيه شي واحد كيشوفوا فهمتي بحال نقول لك طيحوا علينا الدل فهمتي بحال هكا كترجع علينا حيت فهمتي كيقول لك فهمتي دابا شي واحد كيتفرج في هذا الفيلم خايب ما عجبوش كيقول له راه كاملين بحال هكا فهمتي كاملين كيديروا فهمتي هذا الشيء اللي داك الشيء علاش ما بقاش حنا افلام قصيره فهمتي قال لهم واحد المده شنرجعوا لهم بواحد الهيئه اللي جديد فهمتي وزوين عناوين باقي لحد الان يعني هي غتدخل 2020 يعني مبقى لها والو باقي عناوين وشي مئة يعني شي عناوين باقي لحد الان ومينياتيرات باقي لحد الان حتى شي حاجه يعني نقول لك هما علاش باغيين يعني لو فيو والفلوس هادشي اللي كاين يعني ما شي حاجه اخرى الله يرحم لكم الميم هاز قلبي علاش في ما دار شي واحد شي عنوان ولا شي حاجه كتجيو تدوروا عليا انا الميم كيجي يقول انت اخويا تسمع شي حاجه دخل لاشين ديالي وقلبها كامله من ساسه الراس الميم الله يسهل لك الله يحفظك حسين غادي نسولك يعني سولنا حسن دابا نسولك نتايا واش البنات يعني البنات بصفه عامه ولا انك تدخل بنت معك في كورميتراج ولا برانك ولا في اي فيديو في يوتيوب كيساعد باش يرفع عدد المشاهدات هي ما نقولش لك لا هي كاينه ياك ولكن يعني انا باش ندخل واحد البنت اللي غيتفرجوا فيا انا عائلتها وغندير معها واحد المينياتير اللي خايبه وغندير معها واحد العنوان اللي خايب يعني ما لا انا نجيب واحد البنت يعني وغنجيبها يعني بموافقه ديال مها وباها وهادي يعني خاصني ندير واحد العنوان اللي يكون زوين والفيلم اللي غيكون زوين يعني وبحشيره يعني حتى تصور نصور بحشيره ماشي لاحظنا كاينين فيديوهات في المينياتير كتلقى واحد الصوره يعني مثيره لديك البنت وما كتلقاش في الفيلم ولا ما كتلقاش وراه هذا هو اللي جدويت لك انا دابا يعني ما انا ان شاء الله ما غنرجع انا يعني انا والكيب ديالنا نرجعوا للافلام القصيره يعني غنرجعوا لهم واحد الطريقه اللي زوينه واحد النيفو اللي شويه طالع يعني ما نبقاوش كما قلتي زعما قلتي الدريه كتساهم في كتساهم في راه هو حتى هو كل ما كانش البنت هو ما غير حتى هو غير كون كانت البنت بوحدها بحال بنت بوحدها غتجيب 100000 في غيدخل مع حسين غتجيب يعني بحال راجل ومراه يعني لما كانش راجل ولا ما غير يكونش حنا زعما في الحياه يعني واحد كيكمل واحد يعني الا ما كانتش بنت ما غيكونش فيديو طالع مزيان الا ما كانتش ولد ما غيكونش فيديو عاوتاني طالع مزيان شي كيكمل شي فهمتي غا هو اللي دويتي عليه نتايا ديال لي مينياتير كيكون جي مينياتير مثير هذوك لي مينياتير كيكون بحال اللي قلتي كليك بيت يعني كتدخل كتلقى المينياتير كتلقى ديك لي مينياتير انت كيدخل بلا اكيد خبنا على قبل داك المينياتير دابا ولكن شوف انا الوالده ديالي هي اول وحده مابونيه عندي هي اول وحده كتفرج فيا ميمكنش انا نحط شي مينياتير بحال هكاك وتشوف الوالده كتفرج فيا وانا حدا كنشوفها بحال هكا ومربياني على الاخلاق ومربياني على كذا وكذا وندير لها انا مينياتير وتشوفها وتفرج فيها ميمكنش لكن واش الغلط في هذاك اللي حط الفيديو حط المينياتير ولا في الناس اللي كيشوفوا المينياتير وكيدخل يقلب على ديك البنت في الفيديو شوف الغلط اول بعدا منه هو يعني اللي حاط بعدا الفيديو
والمشكل حتى هذاك اللي كيدخل على قبل ديك المينياتير راه هو كيدخل ديك المره الاولى ياك، ولكن دابا انت اللي صورتي واحد الحاجه صورتها باش تعجب الناس ياك، ولكن هو من اللي غيدخل غيشوف بحال هكاك ما غاتعجبوش، يعني مره اخرى ما يتفرجش فيك، يعني ما كاينلاش دير بحال هكاك زعما وتجيب ليفي وتجيب هادي وتجيب فهمتي، ما كيقلبش هو على باش يوصل واحد الفكره ولا يبين واحد الخدمه اللي غادي يديرها فهمتي، كيقلب غير هو على ليفي، خاص هو فهمتي يفرق على ليفي يضرب واحد 100000 500000 مليون 6 مليون 10 المليون فهمتي، هو المهم ديالو ليفي هو يدخل غير فلوس، نلوح يعني فيلم ويضرب غير 50000 يعني ضربه ليه في سيمانه ولا شهر يعني، والفيلم لقى فيه لي لايك بزاف ولقى فيه الكومونتات اغلبيه زوينين يعني انا غنفرح واخا ضرب غير 50000، ولكن باش غيضرب ليا هو مليون ولا 10 المليون ولي لايك تلقى 4000 لايك ولا تلقى 3000 لايك يعني ما عاجبش الناس، يعني شنو بقى نصور بقى يعني ما كاينلاش. المهم يعني يمكن نسميوكم صانعين محتوى في يوتيوب ياك، امتى كنشوفوكم فرحانين ولا كتشوف راسك انك وصلتي لذاك الشيء اللي بغيتي؟ واخا حسن كلا لك الفريد ديالك ولكن امتى قلت لك مشكل قلت لك امتى كتشوف راسك انت فرحان؟ يعني ملي كتشوف فيديو ديالك واش وصل واش طلع في طوندونس واش الناس فرحانين واش كتشوف لي كومونتير يعني كيكونوا بوزيتيف؟ اول حاجه كتشوف الناس واش عجبهم من الفيديو ديالك، انا شوف انا ملي كنقرا كومونتيرات يعني بزاف يعني الناس عجبهم من الفيديو ديالي قسما بالله يعني كنفرح، يعني واخا الناس كنبقى نفكر يعني فيها كنعاود نفيق ثاني الصباح نهبط يعني ندخل الكومونتيرات اللي يلاه داروا كنلقى ثاني كومونتير اغلبيه زوينين قليل، كتلقى شي واحد اللي قالك حماد ولا شي حاجه يعني هذيك عاديه، اما باش تلقى الكومونتيرات يعني بزاف كيقولك تبارك الله عليك وكمل وكتعجبنا انت وكتعجبنا الوالده ديالك وكيعجبنا يعني الجروب اللي كديروا يعني بحال هكا كتفرح يعني كيزيدوا يدعموك باش تزيد دير شي حاجه محسن. واخا انا غادي نحطكم يعني في واحد الموقف، هذا الموقف ديال شي واحد فيكم فاق في الصباح لقى لي كونت ديالو مشى ولا في الانستغرام في اليوتيوب مشى لك كونت ديالك، انا غنجاوب غندير كونت اخر وغيعاونوني صحابي وغيرجع يعني هذه ثقه، هذا تيقاوش في صحابك ولا في صحابي يعني بغى يطيحوك ما غيطيحش يعني ما حنايا كاينين ان شاء الله ما يطيحش حتى في الحب ديال الناس، حيت الا كانوا كيحبوك الناس غيشوفوك عاود ترجع شي فهمتي، اللي كانوا عند انت خليتي لهم واحد الصوره زوينه فهمتي، انا ما غاديش نساوكم من بالزربه هذه ما غاتبقى في بالهم، فاش غترجع غادي يرجعوا معاك حتى هما. فاش وقعت لشي واحد هادي انا مشى لي شي كون ديالي باقي يلاه عندي 1000 ابوني يعني باقي ما كاينش انا باقي الساعه الدوري يلاه شين ديالي يلاه لحت اغنيه ضربت 100000 ابوني 100000 في يلا اول مره غنلوح ودي لي واحد وقريبه في الدرب ديالنا اورام ولد دربكم ولي دالك دير لي راشد شي دابا مبقاش صافي. في الاول يعني في الاول في البدايات ديالكم واش تعرضتوا لواحد الحكره واحد التمييز ديال حامض باسلين هادي كيفاش تعرضتوا لديك الهضره؟ ما تعرضتش لها اكثر ما تعرضت لها هنايا مدينتي، ما تعرضتش لها اكثر ما تعرضت لها، ولكن دابا تبدلت الحمد لله، دابا تبدلت ولا بنادم هنايا مكبر بيك شويه كي المهم تبدلت العقليه بزاف تبدلت، وتحيه لولاد مدينتي. شنو بغيت تقول لولاد مدينتي؟ لي فان ديالك استاج واعر لي فان ديالك يعني كنبغي نشكرهم يعني وكنبغيهم كيف ما يعني كيبغيوني وكيف ما يعني كيدعموني يعني حتى انا كنبغيهم يعني وما نقدرش نوصف يعني حبي ليهم ما نقدرش والله، هذه هي الكلمه نقول لكم كنبغيكم. كنبغي نشكركم كاملين اي واحد كيتابعنا وكيتابع الدراري كاملين، شي تقدر تكون تابعني انا كنتابع الدراري صحابي بحال كيتابعني حتى انا وما كتبغي الدراري صحابي بحال كتبغيني حتى انا، كنبغي نشكركم بزاف كنبغي نقول لكم انا كنبغيكم وبلا بكم حنا راه والو اخوتي والو عطارد ونخلينا انا كنموت عليك اي لاف يو اخوت شكرا لكم اخوتي كاملين شكرا لكم. شوف باش كتعرف الناس واقفين معاك يعني باش ما تقولش زعما انا واعر ولا شي حاجه، الواعر والله سبحانه وتعالى، ولكن اي انترفيو دار كيطلع الطوندونس يعني كتشوف ان بنادم راه متبعك ان راه واق يعني فين ما مشيت يعني فين ما مشيت كيتبعك ها يعني ماشي المره الاولى ماشي المره الثانيه ثلاثه المرات متابع، وهذا ان شاء الله يكون هو الرابع لا الاخر لا صح هذا ما عرفتش المهم ان شاء الله المهم ان شاء الله كنبغي نشكركم بزاف شكرا لكم بزاف، واهم حاجه رضات الوالدين اخوتي رضات الوالدين ان شاء الله وفي والديكم كنبغيكم بزاف ندير لهم بوزه من هنايا ان شاء الله. ابراهيم الخوت كانوا هادو مولات 16 تعرفنا عليهم عن قرب كنتمنوا لهم مسيره موفقه، بطبيعه الحال الفيديو مازال ما سالاش غادي نختموه بالاغنيه الجديده ديال رضوان غادي يعطينا يسمعنا واحد المورصو منه. سلامة سلامة غات على هجية ندمات، سلامة سلامات القلب اللي بغاك دفنت ومات وهيكا هيو هيو هيكا جاي تسال هيكا هيو هيو هيكا محيتك من البال اين كنت نبغيك ربي عالم بي كنت ناوي نجوج بيك نجيبك لوالدي